إذا أقيمت جماعة بدون إقامة وكان أحد الأشخاص يصلي منفردا ثم جاء شخص فصلى خلفه ثم كثرت الصفوف ولم يكن قد أقيم للصلاة، فهل يؤثر ذلك على الصلاة سواء أكان المصلي في جماعة أو منفردا؟ معلوم أن الإقامة سنة كالأذان، لو تركها الإنسان أو الجماعة عمدا فإن ذلك لا حرمة فيه وإن كان مكروها، والصلاة صحيحة على أي حال بدون الإقامة، والله أعلم.